ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أرحبوا بكم في برنامج أهل المدينة، نعرض لكم قضايا وحكايات وشخصيات تجاوزت الصعوبات والعقبات وحققت النجاحات. فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة أطفال اليمن براءة تقتلها الحرب، ساحل الحسوة سخاء الطبيعة وسحر المكان، طاهر سعيد لاعب قوى شرف اليمن في المحافل الدولية. مشاهدينا، كما عودناكم في أولى فقراتنا، فقرة نعرض لكم فيها أهم الأخبار والفعاليات التي حدثت خلال الأسبوع، لنتابع. اختتم الفريق الكروي الأول بنادي وحدة عدن معسكره الخارجي بمدينة صلالة العمانية بفوز عريض على الفريق الأولمبي بنادي النصر العماني، وفاز نادي الوحدة بسباعية نظيفة على نظيره العماني في اللقاء الذي جمعهما على استاد مجمع صلالة الرياضي مساء الأحد الماضي، منهيا بذلك معسكره التدريبي الخارجي بنجاح. تتواصل في العاصمة المؤقتة بطولة المنتخبات الشعبية وبمشاركة واسعة من مديريات عدن الثمان. بطولة أبطال المديريات تقام على ملعب الهوكي بكريتر كتقليد سنوي وتتويجا للبطولات الرمضانية لمعرفة هوية بطل عدن للدوريات والبطولات الشعبية. في ظل الحرب اليمنية الدائرة يبقى الأطفال أكبر ضحاياها. الطفل اليمني بين الحقوق المنتهكة والإهمال المحلي والدولي، قضيتنا لهذه الحلقة. واقع بدا للأطفال هاجساً مخيفاً يهدد مصيرهم ويصادر حقوقهم، وهم لا زالوا بعد في مهد طفولة يبحثون فيها عن علاقة نوعية تحيطهم بالرعاية والاهتمام. الوضع في اليمن عندنا احنا صراحة وضع مزري جداً وصعب ان احنا نوصفه. أطفالنا في الجبهات، أطفالنا خارج التعليم، أطفالنا أصبحوا في حالة عنف مستمرة، وتمت كثير من انتهاكات الطفل خاصة هذه الفترة. تم اغتيالات الأطفال والأشياء اللي تسمعوا عنها في مستوى الإعلام، أن هناك ضرر على الطفل واختراق لنفسية. أصبحت الأطفال كلهم في حالة خوف ورعب من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة يجب أن تتدخل الجهات الأمنية والجهات خاصة المنتشرة الاجتماعية بالجانب النفسي من خلال فتح المساحات الآمنة للأطفال ودور المدارس باستيعاب، فبيكون تكون حلقات تثقيفيه او معنويه للطفل هذا، خاصه من سنه اولى الى سنه رابعه. المحيط المتأزم الملغوم بالصراعات والتفكك المجتمعي كان له اثره المباشر على واقع الحياه ومستقبل الاجيال في وطن بات مسرحا لاغتيال الطفوله. هذا الجيل ما ترباش على حب الوطن، لانه الوطن ما اعطالوش حاجه. فالقيم اللي شي نزرعه لازم نزرعه من هم صغار، نعلمهم في المدارس كيف يحبوا، ولازم نوفرهم ابسط حاجه. مش من السهل انه بعد الحرب اللي وقعت علينا والعدوان اللي لا زال مستمر، رغم انه احنا مناطق تعتبر مناطق محرره، الا لا زلنا ان احنا نعاني من ضياع الامن والامان بالنسبه لنا وبالنسبه للطفل، لانه هذا ينعكس على الطفل نفسه. اطفال عدن بحاجه ماسه لتقديم الدعم بكافه المجالات. اننا تعرضوا الى اشد من المعاناه من السابقه، سواء كانت بايام الحرب وما بعد الحرب، والان يجب ان تكون للطفل حاله معنويه وفتح لهم متنفسات في كافه المديريات على مستويات كامله، مع الالعاب، مع الحدائق، مع الجانب النفسي والاخصائي اللي بيشتي حقيقيا من الحاله بشكلها الصحيح لتصبح انسانه مثمره في المجتمع حاليا ومستقبلا. ليست الحرب وحدها من حرمت أطفال اليمن من الشعور بالأمان، وإن كانت السبب الرئيس، إلا أن تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وغياب الدور الحكومي والمجتمعي في المناطق المحررة جميعها رسمت أبلغ صور الانتهاك. نحن نمر بمجتمع يعني حل في مرحلة اقتصادية سيئة جدا، بس القيم ما زالت موجودة عندنا كيمنيين وكعرب.
يعني نلاحظ في حاجات في عيب في مش عيب نركز عليها. ما في أسرة بتسمح لابنها إنه يشتغل بسن صغير إلا المادة اللي يكون ما عندش ظروفها صعبة. أبسط حقوق يفتقد الطفل اليمني هي التعليم. المدارس أغلب المدارس الآن إضراب وعصيان ومش عارفة إيش، ورغم إنه هذا ما المفروض إنه ما تربطش الأمور في الطالب في المدرسة، إلا إنه مع الأوضاع عندنا في اليمن ربطت مصير الأطفال بمصير الرواتب. مؤشرات انتهاك حقوق الطفولة في اليمن أظهرت ارتفاعاً مهولاً في معدلات التسرب من التعليم وتزايد حالات العنف، وجميعها مخاطر تهدد الطفولة التي أهملها المجتمع وتمادت الدولة في نسيانها. نرحب بالدكتورة ياسمين محمد باغريب، رئيسة مؤسسة لأجلك عدن المهتمة بشؤون الطفل، اليوم معنا. أهلا ومرحبا بك دكتورة. اليوم نناقش وضع الطفل في اليمن وبعدن بشكل خاص أيضا. بداية، كيف تقيمين الطفل ووضع الطفولة في اليمن وفي عدن بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أول شيء أن أشكر قناة بلقيس على اهتمام بهذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا في ظل الأوضاع الراهنة اللي تعاني فيها اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص. إذا تحدثنا عن الطفل، نجد أن الطفل في عدن أو في اليمن بشكل عام يعاني في حالة مأساوية جدا، يعاني من تهميش من قبل الدولة، من قبل المنظمات الدولية. أيضا الطفل يعاني من سلب أبسط حقوقه، حق أن يعيش حياة كريمة، حق أن يعيش حياة آمنة، حق الصحة، حق التعليم، حق حتى اللعب، يعني في مساحات آمنة. في الطفل من بعد الحرب في اليمن يختلف كثيرا عما كان قبل الحرب، قبل عام 2015. الطفل على سبيل المثال عدن، لو توضحي لنا هذا الاختلاف، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، قبل 2015 وبعدها. الطفل في عدن كان يخرج يلعب بساعات طويلة في الشارع، كانت الأسر يعني لا تخاف على الطفل. حاليا لغفى على أسرته دقيقة ربع ساعة، نجد أن الطفل مفقود، يعني لا نجد الطفل، لم نعد نشعر بأمان، اتعرض للاغتصاب. يعني في ظواهر قريبة ظهرت في عدن، ظواهر لم تكن موجودة من قبل الحرب، ظهرت اغتصاب الطفل سواء كان من الأسر القريبة، الخال أو العم ولا الأب أو من الجار، يعني عادات لم تكن موجودة أو ظواهر لم تكن موجودة قبل الحرب. أيضا الطفل تعرض إلى الاعتداء، سواء كان كما قلت سابقا اعتداء جنسي أو جسدي، حتى الاعتداء النفسي الآن الطفل يعاني منه، أو للأسف ما فيش هناك أي اهتمام أو رعاية بتلك الجوانب. إذا تكلمنا عن المدرسة، نجد أن المدرسة أيضا مقصرة. المدرسة تهتم بالجانب العقلي للطفل نظرا للكثافة الطلابية في القاعة الدراسية، نظرا الى صغر مساحه المدرسه. تجد ان المعلمين يلا ياتوا للصف القاء المحاضرات حشو فقط التاكد اذا دخلت المعلمه، اعطاء المعلومات وتراكم في المعارف، او اهمال الجوانب الاخرى، اهمال الجانب الوجداني للطفل النفسي. النفسي محتاج جدا الدعم النفسي، خاصه من بعد الحرب الطفل يحتاج الى دعم نفسي. الجانب الروحي للطفل، الجانب الجسدي، الطفل يحتاج الى انشطه رياضية، يحتاج إلى أنشطة ثقافية. للأسف المدرسة دورها صار محدود ومقصور في الجانب العقلي وكيف تحشو هذا الجانب. اليوم التدهور الاقتصادي الحاصل والذي يتزايد يوما بعد آخر، وكذلك التراجع الأخلاقي الذي ذكرتيه الآن، وسبب عدم وجود مساحات آمنة، لا يوجد هناك أماكن يخرج إليها الأطفال، كل هذه وضعت هناك الكثير من الصعوبات أمام تطور عقلية الطفل، أمام تطور تفكيره. لو تشرحين لنا بصورة يعني مستفيضة هذا الموضوع. كما قلت سابقا، المساحات الآمنة للأسف حتى المتنفسات للطفل لم توجد بعد الحرب. أغلب المساحات تم الاستيلاء عليها، أغلب المتنفسات تم الاستيلاء عليها والبسط عليها. الطفل لم يجد مكان يذهب إليه، حتى الأماكن العام الخاصة، لنجد أن سعر التذاكر غالي جدا، بعض الأسر لا تستطيع أن توفر سعر تذكرة لكي تأخذ أبنائها لتلك الأماكن لكي يتنفس الطفل. للأسف الشديد صار الطفل محصور ما بين الشارع، بين بيئة فيها فئات مختلفة، بدأ يكتسب ثقافة الكبار،
للأسف بدأ يكسب عادات غريبة. نسمع اليوم عن الشمة، نسمع على الحبوب، نسمع على الأشياء لم تكن لا يعلم عنها شيء الطفل للأسف، حتى الأسر لم تكن تعلم عنها سابقا. أسماء غريبة غريبة عن عدن، عن الأسر العدنية في عدن، يعني نسمع عن الشمة أو الحوت حاليا يعني، وهذا شيء لم يكن تواجد يعني. دي كلها نقول مخلفات الحرب، ظواهر جاءت من بعد الحرب. أيضا نتيجة أن ما فيش أماكن الطفل يذهب إليه فيها، فصار يذهب أماكن فيها كبار في السن، فصار يكتسب ثقافة غير ثقافة. يعني الطفل من 4 سنوات لسن 6 سنوات يكتسب المعلومات، يبدأ يتراكم هذه المعلومات والثقافات شكل شخصيته. فلاحظ أن الطفل الآن صار كبير ولم يعد له عالمه الخاص، فاقتحم عالم الكبار، بدأ يتصرف زي الكبار. حمل السلاح، لقيت أنها ألعاب، معظم الألعاب هي تتكلم عن حمل السلاح. الطفل يعني يتعامل مثل تعامل الكبار، يعني تصرفات وعقليات وحتى في طريقة التعامل مع الآخرين، لأن لم توجد هناك مساحات مناسبة لهؤلاء الأطفال. بالنسبة لتلقي الطفل للدواء والعلاج وكذلك التحصين وكذلك التغذية العامة، كيف ترين مستوى العلاج والتحصين والتغذية للطفل اليوم في عدن؟ للأسف من الأسوأ للأسوأ، بمعنى مستوى الغذاء ماش اهتمام بالدولة، يعني الدولة بمستوى تغذية الطفل. يعني في نسب معينة نسبة الغذاء للطفل في اليوم، يعني نتيجة لارتفاع الأسعار ومستوى الاقتصادي في البلد وانشغال الدولة في الجانب الأمني والسياسي وإهمال بنفس الوقت ذي الجهات المعنية بحقوق الطفل، فصار الأسرة كمان دخل المحدود للأسرة، فصار الطفل مستوى الغذاء ضعيف جدا. يعني الآن نحن نعلم أن هناك مجاعة في محافظة الضالع، تحديدا في منطقة الأزارق. يعني غريبة أن في عدن أو في الضالع في محافظة الجنوبية أن هناك مجاعة، يعني هي محافظة محررة من الحرب. يعني أين وزارة الصحة؟ أين الجهات المعنية بهذا الجانب؟ يعني الكل في غفلة عن هذا الجانب، الكل مشغول في الجانب الأمني، الجانب السياسي، الجانب التعليمي نفس الوقت. يعني ما فيش هناك اهتمام في الجانب التعليمي للطفل. حق الطفل مجانية التعليم للأسف الآن الرسوم كل ما ترتفع، يعني للطفل في بعض الأسر يعني تضطر أن تسحب أبنائها من المدارس بغرض أن يبحث عن عمل، مساعدة الأب، مساعدة الأم. ما فيش الزين المدرسي كمان، يعني الحقيقة المدرسية صعبة. قرار وزير التربية والتعليم لم يكن قرار صائبا للأسف، يعني هذا كما نحاول نقول باللغة الدارجة ذات الطين بلة. يعني كان أولى به، يعني كان يساعد في مجانية التعليم، في تخفيض الرسوم، في توفير الكتاب المدرسي. للأسف حتى الكتاب المدرسي الأسر الآن تشتريه في من الشارع تشتريه، يعني المدرسة لا تستطيع أن توفر للطالب أبسط حقوقه هو الكتاب المدرسي. القاعة الدراسية يعني 70 طالب حق أن توفر كرسي، حق أن يتعلم الطفل، للأسف مش قادر توفر له وزارة التربية. هناك مدارس لا يوجد فيها مشرف اجتماعي. مشرف اجتماعي، مشرف نفسي، يعني مهم جدا. يعني على أيامنا كانك في مشرف اجتماعي، في مشرف نفسي، في صحة نفسي، يعني في جانب صحي، في عيادة للطفل يتعرض للإغماء من حرارة الشمس. تعرفين نحن الصيف بعد ما شاء الله خلال الفترة هذه كل ما تزيد الحرارة، يعني إهمال على كافة الجوانب، الجوانب الصحية، يعني حتى التحصين. إذا أعلنت الوزارة التحصين عبر المنظمات تنزل الشوارع، لم توجد هناك وعي. يعني كان زمان في وعي تنزل للمدارس، وعي الأطفال أهمية التحصين. مجرد رسائل واتس، رسائل الواتس أو الفيس، وسائل التواصل الاجتماعي، وعد في رسائل تخوف الأسر إن هذا التحصين ممكن ضار وكذا، فصارت الأسر بدأت تخوف من هذا الشيء. يعني عدم القيام بدورها بذات الصحة على أكمل وقت يعني سبب فجوة بهذا الجانب. ما هي أبرز التشريعات التي تهتم بحقوق الطفل؟ التشريعات اليمنية والمواثيق الدولية بشكل عام التي تهتم بشؤون الطفل وحقوقه. التشريعات واضحة وقليلة، ويمكن أبسط شخص تسأليها بقول لك حق الطفل في الغذاء، حصول على الغذاء، حق الطفل الصحة، حق الطفل في التعليم، حق الطفل أن يعيش حياة كريمة، حق الطفل في الأمان اللي أنا هو المفقود الآن إحنا نعاني منه. جميع الحقوق هذه للأسف التشريعات سواء المواثيق الدولية واضحة وقليلة، حتى القانون اليمني حق مجانية التعليم للطفل واضح يعني بهذا الشيء في التشريعات والمواثيق. نحن كنا ندرس في سنة 7 أو 8 في مادة التربية الوطنية، كانت هذه التشريعات واضحة للطفل إيش حقك
يعني ايش حقك وايش واجباتك. يعني اليوم هل ترين ان الطفل اليمني يعني صحيح كفل له القانون، ولكن هل هو يتمتع اليوم بهذه الحقوق؟ والى اي، واذا كان محروم منها الى اي مدى هو محروم من هذه الحقوق؟ للاسف الشديد الطفل اليمني من بعد الحرب، يعني نقول قبل الحرب كان يمكن 50% فيه حقوق موجوده، من بعد الحرب كافه الحقوق سلبت من الطفل اليمني. يعني ابسط شيء ان يمكن 24 الف مليون طفل الان يتم تجنيدهم في المناطق الشماليه. يعني حمل الطفل اليمني يحمل سلاح يخوض حرب، 24 الف مليون طفل. يعني دي نسبه علمت عنها في التقارير الدوليه ان الطفل يجند في الحروب، فضلا ان الطفل ايضا يعمل. راح نجد اطفال يشتغلون في الشوارع، المتشردين المتسربين. ابسط شيء التعليم وسلوب الطفل. يعني للاسف الطفل في عدن او صوف في اليمن مسلوب. هذه الحقوق المسلوبه للطفل اليمني، ما هي الاثار التي السلبيه التي تترتب على سلب هذه الحقوق كلها من الاطفال؟ للاسف هناك اثار ناجمه من سلب تلك الحقوق، واكثرها قليله الان. لاحظ ان الطفل الان متشردين في الشوارع، الاميه لاحظ ان الطفل لا يستطيع ان يقرا او يكتب، لاحظ ان الطفل يعمل في سن مبكرا، لاحظ ان الطفل يحمل السلاح، لاحظ ان الطفل ايضا يشرب المخدرات الحبوب، لاحظ ان الطفل يتعرض للاعتداء الجسدي، لاحظ ان الطفل يتعرض للاعتداء الجنسي. كثير من الامور اللي بدات واضحه وقليله ونلاحظها على واقعنا الراهن. دكتورة ياسمين، لو طلبت منك أنك مثلاً ترسمي لنا لوحة تشرح شكل الجيل القادم بعد أن يكبر هؤلاء الأطفال المنتهكة حقوقهم. للأسف الشديد يعني نحن، يعني ما هي الألوان التي يمكن أن تستخدمها؟ اللون الأسود، يعني أكثر أستخدم الألوان اللون الأسود، الأحمر، اللي مثل السواد مثل مدى العنف اللي موجود في هذا الطفل. يعني تسريب الطفل حقوقه يتولد لديه العنف، الأحمرار، استخدام السلاح، القتل، المفاهيم الخاطئة، العنف في التعامل مع الآخرين، مجتمع مليء نقول مجتمع مليء بالعصابات. يعني للأسف بعيد عن المدنية تمام، بعيد عن المدنية كثيرة. يعني دوركم أنتم في مؤسسة لأجلك يا عدن المهتمة بشؤون الطفل في مناصرة الطفل. نحن مؤسسة لأجلك يا عدن نسعى جاهدين أن نلبي احتياجات الطفل. كما أحب أوضح إن كما قلت سابقا إن هناك بعض الظواهر التي ظهرت بعد الحرب كظاهرة التحرش، فمؤسسة لأجلك عدن بدأت تسلط الضوء على هذه الظواهر الغريبة التي ظهرت بعد الحرب. فبدأنا نهتم بالجانب التوعوي، ننزل للمدارس نوعي كيف تستطيع الطفل أن يحمي نفسه من تلك الظواهر الغريبة، كيف يتم التعامل معه. بنفس الوقت لم نركز على الطفل فحسب، بدأنا نتوجه للأسر ان كيف تعمل مساعده طفلها، ان توقي عمل على حمايه الطفل، ان الام والاب مسؤولين عن حمايه طفلهم من تلك الظواهر. فبدانا نركز على المدارس، فلما شفنا ان الموضوع بدا يكبر خارج نطاق المدارس، بدانا نستهدف الحدائق في المحافظات، بعض الحدائق الموجوده في عدن كما قلت سابقا، انت قلت لنا متنفسات كثيره في عدن، بدانا نستهدف تلك الحدائق حتى نوعي الاسر الطفل. في ذات الامر الاسر لم تتقبل الموضوع لانه موضوع غريب، نمطك موضوع غريب على عدن انه لم يكن متواجد سابقا. يعني نحن اسر عدنيه نتفاجئ انه في تحرش، يعني تحرش لمين؟ لطفل لا يتجاوز السبع سنوات الثمان سنوات. فصار نحن نلقي عليهم هذه التوعيه، الكل مستغرب يعني كيف الطفل بيتقبل هذا الموضوع. فكان لازم نحن نوعيهم كيف يحمي نفسه من هذا التحرش، سواء كان تحرش جنسي او تحرش لفظي او حتى تحرش بالنظر. يعني البعض يعني يقصر مفهوم التحرش بدلاً بالجنسي فقط، انما هو مفهوم واسع ومتعدد. فبدأنا نسوي هذا الجانب، بدات تظهر جوانب اخرى اللي هي المخدرات والحبوب اللي توزع في المدارس. يعني فبدانا نوعي، ننزل المدارس نوعي حول موضوع المخدرات والحبوب اللي موجوده. في معظم الأطفال للأسف لا يعلموا أن هذه الحبوب مؤثرة، فهم بغض النظر يحسبوها حبوب زي الفوفل، ما تحسبوها حبوب الفوفل وكذا. فبدأنا نوضح لهم ونميز لهم إيش الفرق بين دي وبين هذه الحبوب، وإيش التأثيرات المترتبة على شرب هذه الحبوب. فمؤسسة لأجلك عدن
بدأت تسلط الضوء على الطفل، خاصة إنه الطفل اللي تلقي إهمال، يعني إهمال كبير جداً وغياب معظم منظمات المجتمع المحلي ودور ضعيف المنظمات الدولية. فبدأنا نتجه في هذا الاتجاه إن إحنا نهتم بالطفل، كيف نوعي الطفل أن يحمي نفسه، كيف نوعي الطفل ما هي حقوقه، يعني كيف أن يطالب بحقوقه، وما نفس الوقت ما هي واجباته. بالنسبة للأهل يعني الآن كيف الأهل لا يلاحظون أشياء غريبة على ابنهم مثلاً إذا تعرض للتحرش أو هذا موضوع المخدرات؟ يعني أظن أن الأهل أيضاً بحاجة إلى توعية وبحاجة إلى دورات. سؤال جميل طرحته السيدة سارة. فعلاً بدأت أمر عينك مستغربة، أقول مش معقول إن الأسرة تلاحظ على ابنه تعرض للتحرش، يعني معقول إن الطفل يروح للبيت وملابسه في بيت أطربة، أو إنه الحالة النفسية للطفل يعني تعرض الطفل أكيد في ظواهر. فوجدنا إن المستوى المعيشي للأسر للأسف بعض الأسر بعد ما درسنا ودرسنا الاحتياجات وعرفنا إيش الحالات دي، وجدنا إن بعض الأسر المستوى المعيشي طغى على جانب الاهتمام بأولادهم، فصارت الأسر كيف توفر لقمة العيش للطفل، بدأت تنشغل بجوانب أخرى وأهمت الطفل. يعني الطفل مثلاً في بعض الأطفال تعرضوا للتحرش ممكن أكثر من شهر، يعني والطفل يمر بحالات نفسية، يعني التحرش له آثار سلبية نفسية وجسدية على الطفل. فما كنا نقسم مع الأسرة نقول معقول أنت ملاحظتش طفلك يعني الطفل تعرض للتبول في المنام، تلعتم في الكلام، الانطواء، الخوف، ملاحظتش كل الآثار يعني ظاهرة على طفلك، يعني معقول؟ فقلنا دي الأسر الوضع المعيشي الصعب اللي تعيشها ديك الأسر شغلتهم عن يعني تسأل طفلها، يعني مقدر الحين إيش عملت اليوم، أنت مروح من المدرسة، مع مين تكلمت، من أعطاك هذه الشوكولاتة. فصارت إنه كيف تأكل ابنها وكيف إنه توفر له الحياة الجيدة البسيطة، أهملتها أن تهتم بطفلها. هو إهمام الأسر بس كمان الوضع الاقتصادي اللي تمر فيه اليمن بشكل عام كان عامل مساعد لظهور هذه الظواهر. ماذا عن منظمات المجتمع المدني بشكل عام؟ ما هو دورها في دعم الطفل ومناصرته؟ وهل لو طلبت منك أن تقيمين عملهم في مناصرة الطفل، كيف تجدينه وكيف تقيمينه؟ أنا أقولش إنه متغيب، يعني أقول دور المنظمات المجتمع المدني المحلية ضعيف. الضعف هذا ينتج نتيجة عدم توفر إمكانيات، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية للأسف مغيبة عن إلى اهتمام تلك المنظمات، وبالتالي المنظمات تعمل في حدود مقدرتها، حدود الإمكانيات المتاحة له. نأتي العتب الكبير على المنظمات الدولية لديها الدعم الأكبر. للأسف المنظمات الدولية لما نتكلم معها عن الطفل وتعرض الطفل للتحرش وكيف يجب التعامل معه، يجب أن نسلط الضوء، هي تعتقد أن اليمن بشكل عام محتاج إلى، هو في حالة طارئة ومحتاج إلى التغذية. نحن خلاص انتهينا، الحرب انتهت الآن في بعض المناطق، الحرب انتهت، محررة. نحن من ضمن المناطق المحررة، للأسف المنظمة الدولية ما زالت تتعامل مع المناطق المحررة أنها هي تحت السيطرة، يعني تحت الحرب، وأنها محتاجة إلى الغذاء. نحن بالعكس الآن محتاجين إلى التوعية أكثر، يعني محتاجين إلى وعي الطفل، محتاج إلى من يهتم فيه، محتاج من يسانده في القضايا كثيرة، محتاج لسه محتاجة من وعيها. فدور المتغيب أو للمنظمات المحلية ويرافقه الدور الضعيف للمنظمات الدولية ساعد على ظهور تلك الظواهر، ساعد على انتشارها، ساعد على نحن نقول نقص الخطر، إن يحتاج أن نلفت اهتمامنا للطفل، يحتاج أن نعطي ضوء أكبر للطفل. حتى القنوات يعني للأسف يعني بعض الظواهر كثير من الاغتصابات اللي تعرض لها الطفل تلاحظ مغيبة، لا تولي أي اهتمام للطفل، يعني لا تولي أن الطفل له حق أنه يلعب، أنه له حق أنه يعيش حياة كريمة، أنه له حق أنه يذهب للمدرسة. يعني للأسف القنوات مشغولة في الجانب السياسي، القنوات التلفزيونية، دور الإعلام. هذا السؤال الذي كنت سأتيك فيه، يعني ما هو دور الإعلام اليوم، كيف تقيمينه، وما هو المنتظر من الإعلام لمناصرة الطفل وحتى يتخلص الطفل من كل هذه الانتهاكات التي تقع عليه؟ نقول أن الإعلام دوره مهم جدا، لأنه وسيلة جماهيرية ليس فقط نقل الأخبار والجوانب الترفيهية أو الفنية أو الثقافية فحسب، بل هو عامل مؤثر جدا في كل أسرة، في كل بيت، يعني في الشارع. ولاحظ أن للأسف إعلامنا دوره مغيب، مركز على الجانب السياسي، الإعلام الحربي بشكل عام طغى على الشاشات المحلية فعلا، حتى القنوات يعني. ولاحظ أن الطفل نفس الوقت اتجه إلى وسيلتين أخرى غير الإعلام المرئي،
انتقل الى الانترنت، فالطفل كمان الانترنت بكل بلاوي بالعاميه، بدا ياخذ ثقافه اكبر من ثقافه سنه، اكتسب سلوكيات لا تتناسب مع مستواه العمري للطفل. فالطفل في الوقت الراهن بدا يعني يذهب لتلك الوسائل. أعطيك الأسرة مشغولة في جوانب أخرى مشغولة في البعض قد يقول بأن هناك قنوات متخصصة بعرض برامج للأطفال، ما رأيك؟ يعني هذا عذرهم في عدم بث برامج أطفال. من يشاهدنا وهناك قنوات متخصصة تبث من الصباح إلى المساء برامج هذه القنوات اليمنية يعني؟ لا مش القنوات اليمنية، نحن نتكلم على مستوى المعيش الصعب. يعني بعض الأسرة ما تمتلكش تشتري ديش يعني أو ريسيفر، يعني مش معقول يعني فين بتفرق الطفل على هذه القنوات المتخصصة للطفل. يعني الإعلام واجب عليه إنه يهتم بالطفل. يعني على أيامنا على أيامي كان في بعض المسلسلات الكرتونية اللي توعي، مسلسلات كانت هادفة سواء بالجانب التعليمي أو جانب حتى غرس الولاء للوطن، بعض الأغاني اللي كانت نسمعها في الصباح حتى الجانب العاطفي. العاطفي كان يقوم يوم الجمعة الصباح في بعض المسلسلات المحددة للطفل، يعني كنا نشاهده. الآن ليش كلش يعني كل هذه الأشياء مغيبة؟ لا نجد هذا الشيء، نجد مسلسلات أكبر مستوى العمر للطفل. يعني فالطفل يكتسب الثقافة والأسف ويحاول قد المستطاع أن يشكل شخصيته على ضوء هذه الثقافة التي هو اكتسبها الطفل. فنجد الطفل الآن عمره 16 سنة، نجد كلامه سلوكياته كأنه 30 سنة. يعني تستغربي للأسف مش الجانب الطفل سواء كان الذكر فحسب، حتى الأنثى نجدها الآن متعجلة للزواج يعني للأسف. يعني موضوع التعليم هاملة، يعني دي كلها ثقافة تثبتها من فين؟ من الإعلام. دكتورة ياسمين، تطرقت في حديثك لموضوع الهوية الوطنية. المحيط الاجتماعي اليوم الذي يحيط به الطفل، هل هو يساعد على تنمية هذه الهوية الوطنية وعلى غرس الهوية الوطنية في الطفل؟ للأسف لا، للأسف أترك البيئة الاجتماعية، الأسرة، المدرسة، كلهم دورهم مغيب. يعني المدرسة دورها محصور في جانب المعرفي والمعلومات والحشو المعلومات، البيت دورها مغيب في غرس الولاء والانتماء الهوية الوطنية للطفل. الأسرة يلا توفر لقمة العيش اللي للأسرة، توفر حياة كريمة للطفل. نفس الشيء المدرسة كيف تعمل على حشو عقلية الطفل بالمعلومات، غيبت الدروس اللي كانت تعمل على غرس الوطنية الهوية الوطنية. للأسف حتى نشيد وطني ما عندناش الآن، يعني في الطابور الصباحي ما عندناش نشيد وطني. يعني كيف الشيء نحن نتكلم عن وطنية، كيف نغرس الطفل وطنية وحب البلد؟ ده ما عندناش نشيد وطني. نحن نقوم الصباح نوقف الطابور ننشد النشيد الوطني. اليوم دكتورة ياسمين، ما الذي تحتاجه الطفولة لكي لا تنتهك؟ محتاجة إلى اهتمام من قبل الدولة، من قبل أن المنظمة الدولية والمحلية، محتاجة أيضا من قبل الأسر أن تعطي للطفل حيز من فراغ، يعني من اهتمام للطفل. نعرف أن الوضع هو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مسيطر على الأسرة، بس بنفس الوقت لازم تعطي لطفلك مساحة بسيطة تحدثي معه، عرف فيه أن هناك حقوق، حاول أن تطالبي بحقوق طفلك، حاولي أن نسلط الضوء أن الطفل إنسان وأنه فرد من أفراد هذا المجتمع، كما له واجبات أيضا له حقوق. ختاما، هل هناك رسالة تحبين توجيهها من خلال هذا اللقاء؟ حابة أوجه للقنوات وسائل الإعلام بالأصح والأسر والمدارس، لأنه هم أكثر أدوات تأثيرا على الطفل، أن تسلط الضوء على الطفل، أن تعمل على صقل مهارات الطفل، أن تهتم بجانب التوعوي للطفل، أن تعمل أبراج مهارات الطفل، أن توفر لهم مساحات آمنة للطفل، أن توفر لهم أنشطة للطفل. لأن الطفل في عذن للأسف محروم من أبسط شيء، من أبسط شيء أنه يعبر عن رأيه بأبسط شيء، أن يطالب بشيء معين له، أن يطالب أن يكون له اهتمام في جانب الصحي، أن يعطي له اهتمام المدرس في الصف. للأسف حتى المدرس يأتي يتعامل مع الطفل كأنه آلة يجب علينا أن نحشي في المعلومات، والبعض يصبح يتعامل مع الطفل كأنه عدو. والبعض للأسف حتى الأسر الأوضاع الناتجة، كنا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة،
وأمنية صعبة وسياسية صعبة، بس لازم أن نعطي اهتمام للطفل، نعطيه الحنان لأنه هو إنسان في الأول والأخير، محتاج إلى الحنان، محتاج للعطف، ولأنه الجيل القادم والرهان وأنهم أساس المجتمع. أردنا أن نبني هذا المجتمع، أن نركز على هؤلاء الأطفال. الدكتورة ياسمين محمد بغريب، رئيسة مؤسسة لأجلك يا عدن المهتمة بشؤون الطفل، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. على الرغم من إهمال الجهات المختصة له، إلا أن ساحل الحسوة يبقى من أجمل الأماكن الطبيعية والسياحية بعدن. لنتابع. حيث سخاء الطبيعة الممتد، تتجه الأنظار إلى ساحل الحسوة المحفوف بكل أنواع الجمال الذي أبدعه الخالق وتلقفته الطبيعة الفاتنة. نحو مديرية البريقة يطل ساحل الحسوة جنوباً على خليج عدن، وشمالاً على مديرية المنصورة، وشرقاً على منطقة كالتكس، وهو شريط ساحلي يحتفظ بموقع فريد وخصوصية غنية بالتنوع البيئي. يمتاز ساحل الحسوة بقيمة جمالية تعكس أهميتها في طبيعة الإنسان الطواق لسخاء الطبيعة وهبة البحر الساحر للأنظار. افتقار ساحل الحسوة إلى مقومات السياحة والخدمات، إلا أنه يشكل متنفساً لسكان مدينتي الشعب وإماء، وما جاورها من مناطق وجد سكانها فيه كل مفردات الجمال الآسر. قرب ساحل الحسوة من المحمية المحاطة بغطاء نباتي متنوع، تلتقي مساحته الرطبة مع نعومة الرمل ومياه البحر، أكسبه طابعاً فريداً يؤهله للتميز والتفرد سياحياً. طبيعة ساحل الحسوة التكوينية أضفت عليه بعداً جمالياً جذاباً يتمثل في سهله الرملي العريض المنخفض والمتداخل مع مسطحات المناطق الرطبة المشكلة بيئة خاصة وموائل طبيعية للكائنات البحرية وأنواع الطيور النادرة. ما يميز ساحل الحسوة امتداده المفتوح باتجاه التواهي والمعلى، فهو المكان الأنسب لرؤية عدن مشرقة الوجه باسمة الثغر على مشارف البحر العربي. بطل في ألعاب القوى للمسافات الطويلة، حقق البطولات والإنجازات رغم قلة الإمكانيات، إنه البطل طاهر محمد سعيد، وجه المدينة لهذه الحلقة.
محمد سعيد تعلق منذ الصغر بكرة القدم ومنحها الكثير من الوقت والجهد، ليدفعه ذلك العشق اللامتناهي إلى مضمار الرياضة الوطنية ليصبح أحد فرسانها في ألعاب القوى. بدأت رياضيتي من المدرسة، كنت قبل أن أبدأ بهذه الرياضة كنت لاعب في كرة القدم يعني في ملاعب شعبية، وما كنت مفكر في هذه اللعبة يعني، إنما بعد في فصل دراسة متقدم حضر اللاعب كابتن شهاب وكابتن خالد وإلى المدرسة وعملوا مباراة تصفيات، فأني شاركنا والحمد لله واتفقنا في التصفيات وانتقلنا إلى نوادي. أنا شارك في نادي المنصورة، بعض الشباب قال لي انتقل لما أنا شارك، بس الحمد لله يعني مثلنا في نادي حقنا ووقعت بطولة هنا ملعب 22 مايو في التي أقام فيها من كل النوادي وشارك فيها والحمد لله وتوفقت في المركز الثاني وبدأت أتحمس في اللعبة في 2016، ثم يعني اشتقت لهذه اللعبة وتحمست فيها حتى أني بدأت أهتم في هذه اللعبة بجد، وكنت يعني أواظب عليها، وكان الكابتن شهاب يعني يمارسنا بهذه النشاط يعني حيويا وماديا، وشاركنا بعدها في بطولات أخرى، وكان فيها يعني أيام البطولات التي يحمسنا فيها أننا نقام في فنادق كي نقام فيها معسكر في الساحل وفي الجبال في جبل شمسان وذا من شان نتطور فيها، ثم تطورنا والحمد لله وشاركنا في آخر بطولة تصفيات. القوى للمسافات الطويلة تتطلب سرعة ولياقة كبيرتين وتستدعي لدى لاعبها العزيمة والحماس، وهو ما يتحلى بها طاهر سعيد سلوكاً وممارسة. هي عبارة عن جري، الجري مسافة طويلة هي عبارة عن خطوات ومسافات تجري في مسافات طويلة، تبدأ بالفتح فيها إلى أن يبدأ جهدك يعني النفس الطويل يحتاج مسافة طويلة جدا، إلى أن تشارك فيها يعني في أكثر من 20 كيلو 10 كيلو، هي كثيرة جدا قوية ويحتاج لها إلى الجهد والحماس حيوية، هي حلوة اللعبة، إنما يعني اجتهدنا فيها نحن الآن حبيناها جدا صراحة. مثل اليمن في المحافل العربية وفاز بالمركز الثاني في مهرجان صلالة للألعاب، وبالرغم من ضعف الإمكانيات وغياب الاهتمام الرسمي إلا أنه لا يزال متعلقاً باللعبة وحريصاً على ممارستها بأعلى كفاءة ممكنة ليحقق لوطنه البطولات والإنجازات. شاركنا في صلالة من يعني في اختيار البطولة، اختارونا أنا ولاعب اسمه خالد محمد عبد الله، وكان معنا رئيس اتحاد عدن كابتن بدر صالح، وذهبنا إلى عمان وأخذنا في معسكر قبل البطولة في 4 أيام معسكر يعني جاد جدا، والحمد لله يعني واظبنا في المعسكر هذا الذي كان في شارع السلطان قابوس يعني كنا نتمرن فيه هذا بجد، والحمد لله توفقنا وإلى أن البطولة إن سارت البطولة على خير، وحضرت أنا في المركز الثاني واللاعب خالد في المركز الرابع، والحمد لله كانت رحلة ومشاركة حلوة جدا فيها نمثل المنتخب. ضاعفت الحرب من معاناة لاعبي القوى في عدن
بعد أن دمرت ملعب التدريب الخاص بهم وتوقفت على إثره برامج تنمية المهارات والقدرات الطبيعية، الأمر الذي يهدد مستقبل اللعبة التي تتطلب بالضرورة اهتماماً من نوع خاص باللاعبين ليمكنهم من ديمومة العطاء وفعالية الأداء. كرة القدم يهتموا فيها بشكل رائع جداً، يعني إذا يهتموا بلعبة ألعاب القوى هذه سوف يكونون الشباب متحمسون، وأكثر الشباب يعني عندهم استطاع أنهم يمثلوا هذه اللعبة، بس هم لأنه لا يوجد اجتهاد في هذه اللعبة وتطور ومعنويات وماديات من الاتحاد لا يهتمون فيها، لأنهم يعني ما يفكرون أنه في حاجة في المستقبل بتكون لهم من هذه اللعبة. نرجو منهم أنهم يهتموا، وإن شاء الله سوف نريهم أشياء من اللاعبين ومننا أننا نستطيع أن نثبت لليمن أن عدن فيها ألعاب قوية وتستطيع أن تشارك في دول خارجية وتمثلهم بإذن الله. ونرجو منهم أن يهتموا باللاعبين بكل ألعابها، بلعبة القفز ولعبة الجري ولعبة القلة، وهذه اللعبة ألعاب القوى فيها أشياء يعني تشارك فيها في ألعاب فيها قفز وأنت تجري. ونرجو منهم أن يهتموا في هذه اللعبة وكلهم والضحية بجد، لأن الشباب فيها يستطيعون أن يتطوروا في هذه اللعبة ويشاركوا ويهتموا فيها جدا. والحمد لله نحن توفقنا إلى هذا المستوى، وبإذن الله سوف نتطور مع اهتمام من الرئيس اتحاد ألعاب القوى. ينصح طاهر سعيد محبي الرياضة ألا يلتفتوا فقط لكرة القدم، والعمل على توسيع مداركهم واكتشاف قدراتهم الحقيقية، إذ ربما يحققون أفضل الإنجازات في ألعاب أخرى، لأن أفق الرياضة كما يقول واسع وحافل بالكثير من فرص النجاح. نصيحتي لهم أن لا يفكروا بلعبة القدم خاصة، أن يهتموا بكل الألعاب، أنها هذه الألعاب فيها تطور جاد، ليس كل من شارك في لعبة ولم يتوفق خلاص ينتهي منها، لا، إنما يجاهد على نفسه بجد، إنه بالخسارة اجتهد، خسر سوف تفوز بعد مرة ومرة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.